بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم خياتي، أحبكم في الله. كما راكم تشوفوا درنا كواسون، درت كواسون درتهم صغيرين هكذا، وجاو جاو شغل جاتو، ما جاوش هادوك اللي يكونوا معجنين لداخل. هاجيو تبعوني شوفوا المقادير. هاوليك نحتاجو 500 غرام تاع فرينة، ونحتاج 200 غرام تاع الزبده تاع مارغرين. شوفوا هنا، مش عارفه ولا بانت لكم، 200 غرام، يعني من الباكي هذاك نخليو 50 غرام. هذيك لا مارغرين تكون بيان سور تكون بارده مليح، خاطر رايحين نغبيوها. هاي ليك غبيتها كامله، من بعد نزيدها على الفرينه هذيك. هنا نحتاج مغرفه تاع قهوه تاع خميره، هذيك مغرفه قهوه تاع خميره، نسحق 4 مغارف كبار تاع السكر. نص مغرفة تاع قهوة تاع الملح، نخلط كلش، نخلط كامل هاد النواشف. وتكون غرفة تاع قهوة كبيرة، هاديك ديسير هاديك تكون معمرة تاع خميرة تاع العجين. هكذا نخلطو كلش، من بعد نزيد فوقهم هاديك لا مارغرين اللي كنا غابيناها. انا بيان سور هذيك لا غابلي غابيت بها، مسحتها بالفرينه، نحيت منها كامل هذاك، باسكو على بالكم هذاك داخل في الميزان، يعني لازم نحيته تاني. شتو يتلصق كوميم كي نشدوها بيدنا تكون تسخن. وهنا هذا الكاس تاع الماء درتو، عمرتو ودرتو في كونجيلاتور باش برد، لازم يكون كاس ماء بارد هكذا، كاس ما بارد. هاولي كاني ندخل في هذيك الزبده في الفرينه غير بصبعتي، ما رانيش نعجن، ما رانيش نحوس ندوبها، لا لا، راني ندخل فيها غير بصبعتي كيما راكو تشوفوا. هاوليك من بعد نبدا نلم فيها بالماء هذاك، قلت لكم كاس ماء بارد، بارد يكون بيان غلاسي. هاوليك ما يجيش ما يدوم هاد الكواسون، ويجي قلت لكم يجي شغل كاطو، جا فريمون هايله، انا عجبني، انا قلتو لي كعجبني، ويخرج كما كوميم خرج لي كميه يعني لاباس بيها. هاوليك هنا بدات تفرغ لي خوله في الماء، ماشي خوله، هنا مريومتي. شفت هذوك الديدات صغار، عرفت هادي مريومتي اللي يتفرغ لي. فينالمون تخلي كامل هذاك الكاس تاع الماء، هاد الكاس نورمالمون يرفد 200 ملي، 220. نتوما ديرو، ومن بعد كولا شفتو بلي نقص خصكم زيدو شويه، يعني كوميم ديرو كونتيتي شويه في الفريجيدار هكداك. قلت لكم لازم ما بارد باش ما طحناش هذيك الزبده. هاولي كان ندخل لي فينالمون كامل هذاك الكاس لداخل. شوفوا كنت نشارجي فيه طفالي، دونك هذا الخيط هذا عفوا ما انتبهتش كي كان يبان. هاولي هنا دوق جست حليته، ما ارتاح ما والو، لو طون اللي لميته خلاص ولات عجينه بيا، راني نحل فيها، نحلها على شكل مستطيل. هاولي نحلو بالطول، دوك نكورو هكذا، نكورو تحصل على انبوده خشين بيان سور، ما نحوش يكون عريضه، قلت لكم المهم يكون مستطيل. نلمو هكذايا، من بعد نديرو في ساشي ونخليه يرتاح ساعه في فريجيدار، هكذا ساعه في فريجيدار. هاوليك هنا بعد ما ارتاح لي ساعة، انا قطعت هذيك لابول، قطعتها خديت نص، النص راني نخدم فيه والنص الاخر رجعته للفريجيدار،
قلنا باش هذيك الزبده ما تذوبش تقعد هكذاك. هاوليك هنا راني نفاصوني، دوك نبدا نفاصوني فيهم. هذاك البودة، النص تاع البودة حليته بالطول كيما راكم تشوفون، نحلو رقيق، نحلو هكذاك واحد دومي سنتيمتر. هنا بعد ما سقمتوها وليك انا قطع في هذوك الحواشين نقطعهم رقاق، كنت معوله ندير واحده مدوره، ومن بعد وليت فاصونيت واحده اخرى بها. وليك نقصت كامل هذوك الاطراف، سقمتهم كدا باش دوك هنا نقطعهم مثلثات، معليش يكونوا طوال هذوك المثلثات باش يجي شكل شباب. ناخذكم كنت معوله نكورهم هكذاك شغل نتخاس و نديرهم وحده مدوره. ومن بعد وليت حليت كي شفت بزاف، وليت حليتها قص حبه جاتني ديك هنا. شوفوا كيش نبدا نقطع مثلثات. انا بيان سو قلت لكم قبل ما تبداو تخدموا ديروا الفرينه باسكو تلصقكم شويه، خاطر او ميم طون نخدموا ديك الزبده تدوب، دونك تلصق لنا في البلان طرافاي. الوغ نساعدوا نفوسنا دائما بلا فارين. هاوليك يعني خرجت لي كونتيتي الله يبارك. هامليك شوفوا نشقوا شويه من الفوق، من بعد نبداو نكوروها على شكل كواسون. هاوليك ها شفتوا كيفاش رقيق، ماشي ما فيهش يعني ماشي ما راحش يجي معجن. هاوليك هكذاك بعد نلصقها مليح ونعوجها شويه. وهذاك الفوقاني هذاك لو ديرني هذاك نسيك كيفاش نحطو من تحتها باش ما يوم بعدك ما يتفتحليش. هاوليك من بعد نحطو في سنيوة ونديرو له جون دوف بيان سور من الفوق. هاوليك هنا درت لكم شحال من وحده هكذا باش تعرفوا لا فاصون. هاوليك دايما نشقو في الوسط من الفوق ونبداو نعوجوها شويه، ومن بعد نبداو نكورو. فوالا شتو نفتحوها ومن بعد نبداو نكورو فيها هكذاك باش تجينا شويه كبيره، تجي شويه طويله كومين باسكو سينو هكداك ما حاش تطول كما نشقو لهاش من الفوق. شتو يعني ما ننساش خياتي نذكركم، نذكر نفسي بيان سور بكثرة الدعاء والاستغفار والصلاة على الحبيب هذا كامل، وندعي وربي يرفع علينا هذا البلاء ان شاء الله عاجلا، ليس عاجلا وليس آجلا بإذن الله. وربي يشفي جميع المرضى ان شاء الله، واللي ماتوا يا ربي ندعوهم ان شاء الله يكونوا من الشهداء يا الله. وربي ان شاء الله يلطف بإخواننا في البوليدة
وفي كل المكان اللي أصابهم البلاء بكثرة، وإخواننا المسلمين في كل مكان بيان سور. هكذا خياتي، دائما ننسى، وقلنا دائما ما نساوش نتوصلوا لربي سبحانه، سي بيان لوكازيون باش الواحد يولي لربي. هكذا هنايا نولو كي كملت لابو بلوتو البودان الاولاني، وليت البودان الثاني نعملو بنفس الطريقه، دائما نفاريني البلان طرافاي ونحلها دائما كيما شفتو في المره اللي فاتت. اسمحوا لي خيات على هذاك الصوت، اعتذر مره ثانيه. هاولي قلنا هنايا جست لي ميم زيتاب اللي درتهم على الاول عاودتهم هنا، لذلك ما حبيتش نعاود نصور باش ما نطولش الفيديو. هاوليك هنا بعد ما كملت كامل الفاسوني تاع دوك، خديت حبيبه بيض نحيت منها شويه بلومبرك ودرت لها شويه قهوه كحله، وطليت الوجه تاع هاد لي كرواسون دياولي. بعد ما طليتهم كامل كي كملتهم كامل، خليتهم يرتاحوا مدة ساعة أخرى. هكذا أنا دخلتهم في الفوق وخليتهم الفوق، ما كانش بريشوب فيها، يعني ما سخنتوش من قبل ما ندخلهم ولا لا، خليته هكذا كيما كان، دخلتهم للفوق وخليتهم ارتاحوا ساعة أخرى. بيان سور كانوا دوبلاو شوية الفوليوم تاعهم، ماشي بزاف مي دوبلاو كوميم شوية الفوليوم تاعهم. من بعد شعلت الفوق، سخنتو كي قريب اللي ندخلهم، سخنتو بيان، من بعد درتهم يطيبوا. طابوا بيان سور، انا شعلت لهم من الفوق من تحت عفوا، من بعد كي طابوا لي من تحت شعلت لهم من الفوق قسمه زادوا حمارو. انتي كجربت الوصفه وعجبتني، نتمنى انتم تاني تجربوها ونتمنى تعجبكم، وان شاء الله يعني رانا منين داك في الفيديو هذا رانا نشاركو معكم ونتقاسموا معكم بعض الوصفات. ما تنساوش خياتي كيما رانا نجتهدوا حنا ونحوسوا، انتم تفرحوني بالاشتراك وتدعوا معارفكم تاني باش يشتركوا معنا حتى تكبر القناة ديالنا وان شاء الله تدوم. الاشتراك وتفعيل الجرس طبعا. هكذا نقولكم كملهم كامل وبعد نخيرهم. ما وليك مع الاخر بعد ما طابوا شوفوا كش حمارو زين، شفتوا كش دوبلاو الفوليوم، راكو شفتوا بارابور اللي كانوا كيفاش ولاو. ها وليك انا عجبوني انتو ليك، جاوني بنان وجاوني شغل من الفوق كروسيوم لداخل طريين، ماشي كيما هذوك اللي نشروهم جايين معجنين اون بلوس في ميزون، صافي رانا بلو راسوري منهم حنا اللي خدمناهم بيدنا. معليش صافول كل واحد يسيي عملي كيش جاو، ما جاوش معجنين بزاف كيما تاع برا. هنا يا راهي سخونه، مازالت سخونه هكداك. نتمنى السخياتي تجربوهم تنجحوا فيهم. نقولكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في حفظ الله ورعايته، السلام عليكم.